السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، طلاب الصف السابع. اليوم رح نحكي عن الانسحاب. درسنا اليوم كتير سهل. بحكي لي هون الانسحاب هو انتقال الشكل من مكان إلى مكان آخر دون تغيير أبعاده أو تدويره، يعني نفس الشكل ونفس كل إشي، بس بشيله من مكانه بحطه بمكان آخر، ما بغير لا أبعاده ولا بدوره ولا اشي، نفس الشكل بالضبط باخده بسحبه. اوكي، بسحبه من مكان لمكان اخر. اوكي، بحكي لي هون المثال الاول، اضف هون اصف كل انسحاب مما يأتي معتمدا على الشكل المجاور. اول اشي هون عندي، اول انسحاب عندي A لD، بدي أسحب الشكل A لD. شو بدي أعمل؟ أول إشي بدي أسحب A من هون، واحد اتنين تلاتة، طلع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، بدي أسحبه ست وحدات لليمين وواحد اتنين تلاتة وتلات وحدات للأعلى. إذا ست وحدات لليمين وإيش؟ تلات وحدات للأعلى. هلأ من B لA، من B بدي أسحبه لوين؟ لعند A. بحكي واحد اتنين تلات، تلاتة للأسفل وواحد اتنين تلات، تلاتة لليسار، أو واحد اتنين تلات، تلات لليسار، واحد اتنين تلات، تلات للأسفل، نفس الإشي. أوكي، D لB، وين D؟ هيها D لB. كيف بدي أسحب؟ واحد اتنين تلات، تلات وحدات لليسار. كيف بسحبه؟ بحكي انه تلات وحدات لليسار. تمام، هاي بحكي انا بدي اسحب الشكل. اوكي، لما بدي اسحب الشكل بحكي مثلا هنا سحبت من A ل D ست وحدات لليمين وتلات وحدات للأعلى. اذا الانسحاب هو انتقال الشكل من مكان الى اخر دون تغيير أبعاده أو تدويره. عندي هون المثال الثاني، بحكي لي ارسم المثلث ABC الذي إحداثيات رؤوسه، معطيني إحداثيات رؤوسه، ثم أجد إحداثيات رؤوسه تحت التأثير. أول إشي طالب مني بحكي لي انسحاب أربع وحدات لليمين وثلاث وحدات للأعلى. أربع وحدات لليمين يعني التغيير بده يصير على على الإحداث الإكس، لأنه إكس هو اليمين واليسار، لأنه هاي المحور إكس هو اليمين واليسار، أعلى وأسفل هو المحور واي. بحكي لي بدي أسحبه ثلاث وحدات لليمين وثلاث وحدات للأعلى. طبعا اليمين هي إحداثيات إكس، يعني بدي أضيف أربعة لليمين وثلاثة لواي. إذا إحداثيات النقاط عندي سالب اتنين أربعة، صفر واحد ثلاثة واتنين. لابد أضيف أربعة على إكس، هي كل إكس أضيف له أربعة. لما أضيف ليش؟ لأنه حكالي بدي أسحبه لليمين أربع وحدات، يعني بدي أضيف على إكس أربعة. هون سالب اتنين زائد أربعة اتنين، صفر زائد أربعة أربعة، ثلاثة زائد أربعة سبعة. وبدي أرفعه ثلاث وحدات للأعلى، يعني أضيف ثلاثة على الإحداث واي، ثلاثة سبعة أربعة زائد ثلاث سبعة، واحد زائد ثلاث أربعة، اثنين زائد ثلاث خمسة. تمام، هيك هيو عندي الشكل. إجيت إيش عملت فيه؟ أول إشي رسمت الشكل الأصلي. هو إيش حكالي بده؟ الشكل الأصلي أعطاني إحداثياته، هيو صفر واحد وثلاثة اتنين وسالب اتنين أربعة، هيو وحكالي بدي أسحبه بعد التأثير. إجيت سحبته أربع وحدات لليمين، هيو مثلا نشوف بدي أسحبه أربعة، واحد اتنين، هيو سحبته هون واحد اتنين تلات أربعة، هيها بي شايفين، وأربعة وثلاثة للأعلى، واحد اتنين تلات. تمام، هاي بي بروح سي نفس الإشي، بسحبها أربعة على اليمين، واحد اتنين تلات
أربعة وثلاثة للأعلى، واحد اثنين ثلاثة، وبحط النقطة سي. هسا ايه، أربعة لليمين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هي هون، وثلاثة للأعلى، واحد اثنين ثلاثة، وبحطهم وبعدين بوصلهم، بيطلع ايش عندي؟ بيطلع عندي إحداثيات للجيدة. اوكي، هلا هون ايش بحكي لي؟ أجد صور النقاط المعطاة إحداثياتها في كل مما يأتي تحت تأثير انسحاب مقداره 4 وحدات لليسار و10 وحدات إلى الأعلى. طبعا أنا لما أحكي 4 وحدات لليسار يعني التغيير بده يصير على الإكس، و10 وحدات للأعلى التغيير إيش بده يصير على واي، بس لإني أنا بحكي على اليسار، على اليسار بدي أطرح مش أجمع. ليه؟ لأنه على اليمين بزيد، على اليسار بطرح. أوكي، على الأعلى بزيد، إلا الأسفل بطرح. أوكي، هلأ 4 وحدات لليسار يعني بدي أطرح من 6 4، هيو لو كان عندي هون 6 بدي أرجع 4 وحدات لليسار، يعني 1 2 3 4، يعني بدي أحكي 6 ناقص 4. أوكي، إذا بطرح لما يكون لليسار بطرح، لليمين بجمع على الإكس، 6 و8 بجمع، بطرح للستة 4 بتصير 2، وبجمع للثمانية 10 بتصير 18، إذا بتصير 2 18. أوكي، ليش؟ لأني سحبته بمقدار 4 وحدات لليسار، طبعا يسار ويمين، اليمين طبعا اليسار واليمين على الإكس التغيير، وأعلى وأسفل على الواي التغيير. هلأ بالإكس على اليمين يعني جمع، على اليسار يعني طرح. هلأ على واي الأعلى يعني جمع، الأسفل يعني طرح. أوكي، إذن هون بحكي لي الانسحاب مقداره 4 وحدات لليسار، إذا إكس ناقص 4، 10 وحدات لليمين، واي زائد 10. أوكي، 6 ناقص 4 2، 8 زائد 10 18، تمام، 8 زائد 10 18. هون نفس الإشي بحكي لي عندي 4 وسالب 9، لما بدي أسحبه لليسار 4 وحدات يعني 4 ناقص 4 0، وبدي أحكي سالب 9 بدي أسحب 10 وحدات للأعلى يعني زائد 10، سالب 9 زائد 10 1، صفت عندي النقطة هون 0 و1. هيك بنكون حكينا عن درس الانسحاب، ويعطيكم العافية يا سابع.